تقيل ولاعب مهم وجوده في الملعب. الهجمه والتصويبه مش ممكن، جول جول جوه جول. الرباعيه اللمسه الاولى للموهبه الشابه محمود صابر. لسه نازل واول لمسه والتصويبه القويه بالقدم الشمال. متع عليك بتصويبه جميله، ادي الاستلام وادي التصويبه الجميله في الزاويه الصعبه في الزاويه المستحيله، ولكن لا مستحيل مع النجم الشاب محمود صابر. حطه حلوه في مكان صعب وفي زاويه صعبه على محمد فوزي. الرباعيه يا ساده 4-0، فوز كبير باداء كبير.